السلام عليكم، معكم مادي كريز في وارفريم، وهذه واحدة من مقاطع الإرشادية لتحديات النايت ويفز. بس قبل كل حاجة راح أوريكم إيش هي أسرع طريقة للبحث عن أي نوع من التحدي راح يواجهكم في النايت ويفز. وإذا هذه ما هي أول مرة تتفرجوا فيها المقدمة هذه، راح أكتب لكم وقت بداية الشرح لهذا المقطع في الشاشة. طيب، الحاجة اللي لازم تكون عندكم هي الرابط للموقع اللي احط فيها كل البيانات. الرابط راح يكون في تفاصيل قناة اليوتيوب، وحيكون في الديسكورد، ما حيكون في تفاصيل اي مقطع، لانه اذا صار في اي تغيير لاسم الموقع او ما شابه راح يكون سهل التغيير. حلو، بالنسبة للديسكورد راح اخلي رابط الديسكورد تحت في الديسكريبشن. حياكم الله. اول ما تدخلوا للديسكورد حيكون تقريبا حاجة زي كذا، اوكي. فاول ما تدخلوا حاولوا انكم تروحوا للادوار، تلاقوها فوق، بعد كده اختاروا المنصه اللي انتم فيها عشان يكون يعني التواصل يكون سهل. بس بعدها حتروحوا النيوز عشان تشوفوا الموقع، اسم الموقع اللي هو هذا حاليا، هذا هو الموقع. واذا الاخبار كثيره ما يحتاج تدوروا فيها، بس اضغطوا على بنت مسجز فوق وحتلاقوها. حلوين. طيب، بعد كده الحين تقدروا تبحثوا على اي مهمه تبغونها. كيف؟ تدخلوا للموقع، حلوين، هتفتح الموقع زي كذا، حيكون تقريبا بهذا الشكل. حتروحوا لقائمة القائمة الرئيسية يعني، بعدها حتختاروا guides. لما تدخلوا على guides حيبين لكم كل الألعاب اللي أسوي لها مقاطع. حتختاروا warframe. بعد ما تدخل على warframe حتلاقوا يعني مقاطع الإرشادية وما شابه. تروحوا للنايت ويف تشالنجز، لانه احنا نبغى النايت ويف، ونضغط على جو تو ليست. بعدها حتطلع لنا كل التحديات اللي انا مسويها. حتطلع لكم هذه الخيارات، تقدروا تضغطوا على واحده منها. مثلا تضغطوا على اليت ويكلي، وحيوديكم للاليت ويكلي تلقائيا. بس انا ما يعني مو هذا قصدي. اللي قصدي انكم تقدروا تضغطوا اوبشن، او عفوا كنترول اف، او زي ما شفتوا في الشاشه بالنسبه لجوجل كروم، وتكتبوا اسم التحدي اللي تبحثوا عنه. مثلا ماركسمن، نكتب ماركسمن او بدايتها، وحيودينا لها على طول. ممكن كمان نبحث عنها بطريقة التفاصيل، يعني طريقة التفاصيل نكتب اي حاجة او جزء من التفاصيل. مثلا السندكت، لنفترض نقدر نكتب سندكت، حيطلع لنا اللي هي find 5 سندكت ميداليونز، واحدة من التحديات الموجودة. وبعدها حتضغطوا على كلمة فيديو وتدخلوا المقطع. تحدي هذا المقطع هو Deep Impact، طالبين انكم تستخدموا اي سلاح ميلي وتطيروا الاعداء، او على الاقل 5 من الاعداء في الهواء. فايش راح تسووا؟ هتروحوا للارسنال، حتختاروا سلاح، اي سلاح ميلي، حتدخلوا على ابجريد، وحتحطوا الحاجتين هذه البلاست والامباكت عادي ايش مكان السلاح. حتى اذا كان سلاح زي سلاح اورثوس اللي عندي، سلاح سلاش، اللي راح اسويه راح اطلع كل البطايق خاصة بالسلاش او اي حاجة ما احتاجها. الصراحة اللي حتحتاجوه بس البلاست والهيت دامج، فعفوا البلاست والامباكت. فاللي راح تسووه حتكتبوا كلمة هيت في السيرش زي كذا، والبطايق اللي هتطلع حتحطوها. اذا تقدروا تلفلوها لفلوها، اذا ما تقدروا عادي، اهم شيء يكون فيه هيت، يعني في ناحية يكون فيه نوع من انفجار، اوكي، وفي نفس الوقت امباكت. فحطوا اي بطاقة هيت موجودة عندكم زي ما انا سويت هنا. بعدها حنكتب cold، وحيطلع لنا اي حاجة، اي بطاقة فيها cold، فيها ثلج. وبعدها حنكتب impact، اي بطاقة فيها impact او اقوى بطاقة impact موجودة. اذا تقدر تحطوها كلها حطوها كلها، ما في اي مشكلة. بعد كذا هنروح للخريطة، ولأي مهمة حاسين انه فيها عدد كبير من الاعداء وحتقدروا تجمعوهم. فانا اللي سويته رحت كابتشر في فويد، قلت خلينا نجرب. فاللي راح يصير راح تنطوا وحتستخدموا الار 3 اللي هو الهيفي دامج، وحيطير اقرب ناس حولكم. شوفوا زي كذا، بوم، بس خلاص كذا انتهتوا من المهمه. حتنطوا، حتضغطوا ار 3 اللي هو الهيفي دامج، ما اعرف ايش هو الهيفي دامج في المنصات الثانيه، بوم زي كذا. وإذا في 5 من الأعداء حولكم
راح يطيرهم وحتكونوا خلصوا المهمة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من المقطع، لا تنسوا تدوا المقطع هذا لايك وسووا سبسكرايب واضغطوا على علامة الجرس، وإذا في عندكم أي سؤال اكتبوها في الكومنت، ولا تعالوا زورونا في الديسكورد، ديسكورد خاص بإرشادات وارفريم باللغة العربية. إن شاء الله حتلاقوا ناس يساعدوكم، وإذا لا أنا موجود دائما في الديسكورد إن شاء الله بإذن الله. أنا مادي كريز، وإنتوا إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. Peace.